هنقول على السلامة يا دكتورة. شكرا. الله يسلمك. شكرا. ربنا يبارك لكم. شكرا. ربنا يبارك لكم. شكرا. لا فرصة سعيدة. مش كده تاني. اوكي. الحمد لله على السلامة يا دكتورة. الله يسلمك. الله يسلمك. نورت البيت والله. ميرسي. يعني كان لازم الشارع كله يقولك اطلعي. اه بس انا بصراحة كنت خايفة انها ما تكونش شقتك. انا فتحت شقتي بمفتاحي لقيته محتل البيت. حصل خير. اتفضلوا بيتكم ومطرحكم. لا بس يا دكتورة نصيحة من اختي ليكي، يعني يا ريت نقلل العند شوية لان انت بصراحة العند سيء. بس نورتونا والله العظيم البيت منور. مش خالص. معلش بقى دماغ انجليزي كندي. ازيك يا دكتورة؟ ازيك يا استاذ؟ منورين ومشرفين. خلاص يا هناء بقى، هو مولد. يلا خش حضر الاكل عشان الدكتوره جعانه هي وابنها. يلا من عينيا. حاضر. من عينيا. حاضر. الحقيقه انا مش جعانه، انا بس محتاجه اريح شويه، اغمض عيني انام شويه. يا حبيبتي ده انت تنامي في سريري وعلى فرشتي وفي عيني كمان. تعالي اتفضلي. لا انا ممكن انام في اي حته هنا، ممكن انام وانا واقفه بس عشان عايزه انام. تنامي وانت واقفه ليه واحنا في اسطبل؟ لا تعالي اتفضلي يا حبيبتي. طب انا هنام فين؟ انت هتنام جنب ماما على سريره وفرشته وفي عينين. تعالوا اتفضلوا. يلا نورتوا. اتفضلوا نورتوا البيت. اتفضلي تعالي يا حبيبتي. اتفضلي. والله البيت نور. اتفضلوا. فاول اوضه بقى على ايدك اليمين، انا مش هعزل ده بيتكو. اتفضلي. هي الشقه اوضه وصاله، هي في غيرها؟ بس بقى يعني ممكن يخشوا الحمام. تعالي هنا. ايوه هي دي. اتفضلي. شكرا. يعني ايه؟ يعني ايه ناموا على فرشتنا؟ احنا هننام فين؟ اكرم من جالك دارك جاب الحق عليك معروفة. ايه اللي جاب دوت لدوت؟ وطي صوتك عشان ما يسمعوناك. هي كده من خرج من داره اتقل مقدار معروفة. اسرة فوقية، هننام فين؟ انا هنام على الكنبة دي وانت هنام بقى على الشباك. انام على الشباك ليه؟ عشان اجيب لك الدبان ببقي. انت عسل. مفيش مشكلة. ابقى انام في المطبخ بقى على اي طاسة. على الأقل أنام بنار الشوق. أكرم عندنا الناس غرب. فيها إيه يعني؟ خدي.